عبد السلام عضو في جمعية مغاربة مفتخر الدورة الرابعة ديالها. كيف شو بدنا في النظافة وبدنا في الغرس وغرس الأشجار والريسيكلاج وصباغة الحيط في إطار الحملات البيئية اللي كتقوم بها جمعية مغاربة ونفتخر. اليوم كان عندنا الموعد مع الدورة الرابعة الأكبر حملة نظافة على صعيد المغرب. كما كتعرفوا اليوم عدد كبير اللي شارك معنا في هذه الحملة، من بينهم الساكنة وتلاميذ الثانويات والإعداديات بن مسيك سباتة، والهدف هو تحسيس الساكنة بالمحافظة على البيئة وترسيخ قيم وسلوك باش نحافظوا على النظافة ديال مدينة الدار البيضاء وإدماج الشباب وتفعيلهم في العمل الجماعي. اليوم جمعية مغاربة ونفتخر كما عهدناهم كل سنة كنظموا هذا النشاط البيئي في المقاطعة كاملين. اليوم نظموا في مقاطعة سباتة في هذا المكان هذا اللي سبق لينا، حنا درنا ليه واحد العملية ديال التهيئة، راكم كتلاحظوا الخلف ديال التهيئة الجانبية اللي درنا، وهذا عمل غادي يهم جميع الممرات الخلفية ديال المنازل اللي هي في سباتة، وهم الآن خذوا هذا الممر هذا باش يديروا فيه هذه العملية ديال التزيين وديال الأغراس. وعلى كل حال هذه مبادرة طيبة، وكما عهدناهم الشباب ديال المغاربة اللي خصنا نفتخروا بهم، اليوم كيبغيو يبذلوا مجهود باش يعطيو واحد الجماليه للاحياء ديال مدينه الدار البيضاء بالخصوص. احنا دعمناهم بالوسائل الماديه ديال الاشتغال وديال العمل، وهما على كل حال داروا التعبئه الشبابيه في صفوف الاعضاء ديالهم وابناء الحي كذلك باش يشاركوا في هذه العمليه التحسيسيه البيئيه ان شاء الله اللي كنتمناو على انها ما تكونش موسميه، اللي هي خاصها تكون باستمرار، وجمعيات اخرى تقوم بها، وحنا كل عمل بيئي بحال هذا راه حنا كندعموه وكنعطيوه الوسائل ديال الاشتغال. استاذ ما كتلاحظش ان بحال هذه المبادرات لازم اشراك الساكنه باش يحسوا بالعمل اللي كيتقام به ويحافظوا؟ صحيح صحيح، انا حسب علمي وحسب التواصل اللي تم مع الناس اللي كيمثلوا الجمعيه، هو انهم اشركوا واحد العدد ديال الشباب ديال الحي في هذه العمليه هذه، وطبعا الى شركوا ابناء الحي راهم شركوا العائلات والاسر كلها. لا كاين جمعيات هي بيئيه وتشتغل في اماكن اخرى، ويمكن نعطيو مره راه حنا نعيطوا عليكم ان شاء الله باش ديروا شي تغطيه فعلا لمثل هذه الانشطه اللي كتقوم بها جمعيات اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.